السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلابي الأعزاء في مدارس الوطن العربي من الصف السادس الأساسي لمادة اللغة العربية، معكم مس رزان الميناوي. سننتقل إلى ما تبقى من وحدة فلسطين وعربية للانتقال إلى المحفوظات، وعنوانها يافا الجميلة للشاعر محمد مهدي الجواهري. سنتعرف أولا على مدينة يافا. مدينة يافا هي مدينة فلسطينية تاريخية تقع على الساحل البحر الأبيض المتوسط، أسسها الكنعانيون في 1004 قبل الميلاد. قام الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء عليها وطرد سكانها في نكبة عام 1948 ميلادي. تعتبر مدينة يافا حقلا اقتصاديا نابضا في فلسطين، حيث ساعدت تربة المدينة ومناخها ووفرة المياه بانتشار الحمضيات بشكل كبير وخصوصا البرتقال. ومن أهم معالمها مسجد المحمودية أو مسجد يافا الكبير. وبعد معرفتنا عن مدينة يافا سنتعرف على مناسبة القصيدة، ألا وهي أنه ألقى محمد مهدي الجواهري قصيدة يافا الجميلة بيافا في عام 1945 بمناسبة تكريمه. أما الآن سننتقل إلى قراءة الأبيات، أرجو منك طالبي العزيز الانتباه لقراءتها جيدا. أقلتني من الزوراء ريح إلى يافا وحلق بي عقاب، كأن الشوق يدفعه فيذكي جوانحه من النجم اقتراب، ولما طبق الأرج الثنايا وفتح من جنان الخلد باب، نظرت بمقلة غطى عليها من الدمع الضليل بها حجاب، وقلت وما أحير سوى عتاب ولست بعارف لمن العتاب، أحقا بيننا اختلفت حدود وما اختلف الطريق ولا التراب، ولا افترقت وجوه عن وجوه ولا الضاد الفصيح ولا الكتاب، لئن هم الوداع فضقت ذرعا به واشتف مهجة الذهاب، فمن أهلي إلى أهلي رجوع وعن وطني إلى وطني إياب. بعد استماعكم لقراءة الأبيات لنتعرف على مؤلفها محمد مهدي الجواهري. الشاعر محمد مهدي الجواهري شاعر عراقي وأحد شعراء العصر الحديث، ولد في النجف في تموز من عام 1899 ميلادي، وقد نشر أول مجموعاته الشعرية وهو ابن 25 عاما، والتي كانت بعنوان خواطر الشعر في الحب والوطن والمديح. ويعد الجواهري زعيم الكلاسيكيين من الشعراء العرب، رسخ منهج القصيدة العمودية وأجبر النقاد على تلقيبه بشاعر العرب الأكبر، فاستحق هذا اللقب عن جدارة. وقد تميز بإلقائه الفريد الذي كانت تهتز لعظمته المنابر، وقد اشتهرت له قصائد كثيرة في المديح وفي رثاء أخيه وزوجته. وقد توفي الشاعر العراقي الكبير محمد مهدي الجواهري في دمشق من عام 1997 ميلادي في إحدى مستشفيات العاصمة السورية دمشق. لننتقل الآن إلى شرح الأبيات. البيت الأول: أقلتني من الزوراء ريح إلى يافا وحلق بي عقاب. المعاني الجديدة هي: أقلتني حملتني، الزوراء بغداد وتعني الأرض الواسعة، حلق طار، عقاب طير جارح، والمقصود هنا الطائرة وهو رمز الشموخ والسمو والقوة. يقول الشاعر: حملتني من بغداد إلى يافا طائرة كأنها الريح في سرعتها، وارتفعت عاليا في الفضاء وكأنها طير جارح في الجو، وشبه الشاعر الطائرة بطير عقاب. البيت الثاني: كأن الشوق يدفعه فيذكي جوانحه من النجم اقتراب. المعاني الجديدة هي: الشوق ميل النفس إلى الشيء، فيذكي يدفع ويزيد الحركة، جوانحه قلبه أو أعماقه. يقول الشاعر: كنت أشعر بأن الشوق ليافا والوصول إليها هو ما كان يدفع هذه الطائرة التي ارتفعت وكأنها تريد الوصول إلى النجوم. صور الشاعر الشوق بشيء يدفعه ويحركه بسبب شعوره بالفرح. البيت الثالث:
ولما طبق الأرج الثنايا وفتح من جنان الخلد باب. المعاني الجديدة هي: طبق انتشر، الأرج الريح الطيبة، الثنايا جمع ثنية وهي الطريق. وهنا يقول الشاعر: عندما وصلنا إلى يافا وانتشرت الرائحة الطيبة لمزروعاتها شعرت وكأنني دخلت إلى الجنة لطيب رائحتها، أي شبه الشاعر مدينة يافا بجنان الخلد بسبب رائحتها الطيبة. البيت الرابع: نظرت بمقلة غطى عليها من الدمع الضليل بها حجاب. المعاني الجديدة هي: مقلة العين، الضليل الدائم، حجاب ستر. يقول الشاعر: نظرت إلى يافا وامتلأت عيناي بالدموع، وكأنها حجبت قوة الإبصار، وكأنها غطاء وضع على وجهي، والسبب في حجب عني رؤيتها هو الاحتلال الظالم. البيت الخامس: وقلت وما أحير سوى عتاب، ولست بعارف لمن العتاب. أحير بمعنى الحيرة، أي لم أجد جوابا. يتساءل الشاعر: من يعاتب فيما آلت إليه حال فلسطين من الاحتلال؟ لكنه لم يعرف لمن يوجه العتاب. ما سبب حيرة الشاعر؟ لأن فلسطين مسؤولية جميع العرب والمسلمين. البيت السادس: أحقا بيننا اختلفت حدود، وما اختلف الطريق ولا التراب. الطريق بمعنى المسير. وهنا يتساءل الشاعر: هل صحيح ما نعيشه أننا دول متعددة؟ وهل صحيح أن هناك حدودا تفصل بيننا؟ ولماذا يكون ذلك في حين أن طريقنا وترابنا واحد؟ البيت السابع: ولا افترقت وجوه عن وجوه، ولا الضاد الفصيح ولا الكتاب. افترقت، اختلفت. الضاد اللغة العربية، الكتاب القرآن الكريم. في هذا البيت لا زال الشاعر يتساءل: هل حقا هناك حدود؟ مع أن المتأمل يرى الأرض واحدة، والدم العربي واحد، واللغة العربية واحدة، والقرآن الكريم واحد. وكرر الشاعر حرف النفي لا هنا للتوكيد على الوحدة بين العرب. البيت الثامن: لئن حم الوداع فضقت ذرعا به، واشتف مهجة الذهاب. المعاني الجديدة هي: حم قرب الشيء، ضقت ذرعا ضعف الطاقة، اشتف آلمها وأذاها، مهجة قلبي وروحي. يكمل الشاعر هنا قائلا: عندما أردت العودة إلى العراق شعرت بالضيق. والشاعر هنا لم يتحمله لشعوره بفرقة العرب عن بعضهم فتآلمت نفسه. البيت التاسع والأخير: فمن أهلي إلى أهلي رجوع، وعن وطني إلى وطني إياب. إياب بمعنى الرجوع. يبين الشاعر شدة انتمائه وولائه لجميع الدول العربية، فيصف عودته من فلسطين إلى العراق بأنه عاد من أهله إلى أهله، ويعتبر جميع الدول العربية وطنه وجميع أهلها أهله، فلا فرق بينهما. لنتعرف الآن على الأفكار الرئيسة لقصيدة يافا الجميلة. البيتان الأول والثاني: وصول الشاعر إلى يافا جوا. البيتان الثالث والرابع: وقوف الشاعر مبهورا أمام جمال يافا. الأبيات من الخامس إلى السابع: الروابط التي تربط العرب فيما بينهم. البيتان الثامن والتاسع: العودة إلى بغداد. لننتقل الآن أعزائي الطلبة إلى الأسئلة في صفحة 83. السؤال الأول: يتصور الشاعر أن الطائرة التي أقلته كانت تحلق بسرعة كالريح، لماذا؟ بسبب شوقه وحبه ليافا. السؤال الثاني: وازن بين شعور الشاعر في تلك الحالتين. أولاً قدومه إلى يافا كان فرحاً ومسروراً، ثانياً عند مغادرته منها لم يستطع الوداع ولم يطق. السؤال الثالث: استنتج مقومات تحقيق القومية العربية كما يراها الشاعر، وما رأيك في ذلك؟ الجواب هو: وحدة الأرض واللغة والدين، وبهما تتحقق القومية العربية، فأرضنا وشعوبنا واحدة. السؤال الرابع: إلى ما رمز الشاعر بكل من عقاب، العلو والارتفاع، الضاد، اللغة العربية، الكتاب، القرآن الكريم؟ السؤال الخامس: لماذا كرر الشاعر حرف النفي لا ثلاث مرات في البيت السابع؟ الجواب: للتأكيد على العوامل التي توحد وتجمع العرب. السؤال السادس والأخير:
استخلص العاطفة التي سيطرت على الشاعر في البيتين الأخيرين، الجواب هو حبه وانتمائه وولائه ليافا. وهنا أعزائي الطلبة، قد أنهينا شرح المحفوظات يافا الجميلة وحل أسئلتها، وكل عام وأنتم بخير.